تتابعون في حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع: ما المطلوب من الأمة تجاه القضية الفلسطينية؟ وماذا تحتاج القدس التي تواجه التهويد والعدوان؟ لماذا ينعقد في اسطنبول مؤتمر الرواد العاشر والذي يحمل عنوان أمة رائدة للقدس عائدة؟ وما أهم أهدافه وأبرز الجهات المشاركة فيه؟ وفي زهرة المدائن: باب الرحمة، إرث تاريخي يواجه التهويد. كما تتابعون في حكاية مدينة رام الله.